قد جدية مساعي بعض الكتل السياسية إلى إدخال تعديلات على قانون الانتخابات؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية مساء الخير عليكم ست هيفاء وعلى ضيفيكم الكريمين وعلى المشاهدين الأعزاء جميعا. يعني حقيقة موضوع التعديل الذي طرح في أكثر من لقاء وفي أكثر من جلسة وفي نسمع كثيرا من قبل كثير من القوى السياسية، هنالك نقاط أشرت على القانون الانتخابي. لا يوجد، طبعا خلينا نثبت نقطة أساسية، لا يوجد قانون انتخابي يلبي طموحات الجميع، ولكن يوجد قانون انتخابي يلبي طموحات شريحة كبيرة. هذا الشيء مو بس موجود عندنا بالعراق، موجود في كل حالة ديمقراطية. لذلك يعني اليوم أكو عدد من النقاط المؤشرة على القانون الانتخابي، أكو عدد من المواد اللي فيها إشكالية قد تمس بالمبادئ الديمقراطية، قد تجعل المنافسة غير متكافئة. يعني كثير من التفاصيل اليوم تجعل الأولوية لأحزاب معينة، لتفاصيل معينة، لقوى سياسية معينة، وتقلل الحظوظ بالنسبة إلى قوى جديدة، قوى ناشئة، قوى صاعدة. هذه التفاصيل وهذه الأمور نعتقد من الضروري إيجاد حلول لها وإيجاد تعديلات لها بما ينسجم مع رأي الأغلبية الشعبية. يعني لكن نقطة مهمة جدا.